هاي لا لمراد مجني لا ما كان ولا شيء لا يا مراد حذاري سعيد معوض ممتازه من لك على الجهه اليمنى ناحية متعب جاتوزو اليمنى توصل لاحمد المحمدي احمد المحمدي وحليش رايح الحضري او الريتم اللي حكوه الجزائريين يعني هذا هو الريتم الباطي حذاري من محمد زيدان حذاري 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 محمدي احمد المحمدي كورتو هيلا صعبه زيدان زيدان يا حليش يا حليش يا حليش ماذا اقول عنك يا حليش انت بطل انت رائع مهما كان مهما كان انت البطل وانت الرائع يا حليش ينقذ الموقف من امام يلعبها في الوسط صعبه لصالح المنتخب المصري تروح لسيد معوض سيد معوض مرفوع القائمه الثاني وحليش هذا يا رفيق يا رفيق لنادير بالحاج انطلق طارق نادير بالحاج يزيد في السرعه يلعق عليها نادير هاي نادير ممتازه لا لا في خطا نعم نعم في خطا غير متعمد لا 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 غير متعمد عصام الحضري وفي خطا لصالحه نعم خطا منطقي والحكم يمنح البطاقه الصفراء لا لا يا غزال يا غزال بطاقه صفراء ثانيه لا باس ولا بد يا غزال ان تهدئ من روعك يعني اوكي رغبتك للفوز بالمباراه وتسجيل الهدف كبيره و كرة لديد مباراة الربع النهائية الثانية بعد تأهل منتخب غانا على حساب أنغولا مجيد بوغرا يلعب مع حليش يا حليش يوجد صعوبة في الخروج بهذه الكرة وانطلاقة حذري خط سريعة حذري 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 من دروكبا حذري من دروكبا يا حليش حذري من دروكبا يا حليش ضربة جزاء لا 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 قل ست أمتار تأخرت شوية يا حليش تأخرت شوية يا رفيق حليش وديدي دروكبا خبرته وتجربته تخليك ترتكب عليه خطأ شوف تغطيته للكرة بوغرا مجيد بوغرا يرفعها والدفاع يخرجها حذاري 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 فهم أنه في دفاع كوت ديفوار بوغرا ما نخافش لما يكون بوغرا في الخلف حذاري حذاري من يايا توري دائما عنده الكرة تمريرة ممتازة الكرة يا كريم يا زياني يا كريم أين أنت حذاري من الكرة هذه مرفوعة القائمة الثانية ماذا تفعل هناك يا نادير بالحاج ماذا تفعل هناك يا نادير بالحاج وانطلق عن طريق جيرفينيو أين أنت يا نادير أين أنت يا نادير